القطاع في حجم نزاعات كبير. هي سعدت سعادة غامرة باستقبال زميلتي وصديقتي معالي الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومعها باقة متميزة من الشباب المصريين الدارسين في الخارج، باقة متميزة تبعث على الأمل وعلى الثقة أن الشباب المصري شباب قادر متفرد ذو ملكات وقدرات ورغبة في العلم والاجتهاد تبشر وتؤكد أن مستقبل مصر مستقبل وضاء. كان مهم جدا أن هم يستمعوا إلى معالي الوزير. الأسئلة زي ما سيادته تفضل كانت بتعكس اهتمامهم وأيضا بتعكس الوعي اللي عندهم تجاه بلدهم، عاوزين يطمنوا على دولتهم وفي نفس الوقت عايزين يردوا على كل الادعاءات أو كل الأخبار السلبية اللي بتتقال عن الدولة في الخارج. الوزير دلوقتي كان بيعرفنا على المبادرات الجديدة اللي بتحصل في البلد، إن هم إزاي بيتواصلوا مع الشباب الخارجيين وبيدوهم فرص جديدة بالذات للديجيتال والتكنولوجي فيلد، ودي أكتر حاجة دلوقتي في حوالين العالم مهمة جدا وفي سبيد عالي قوي في العالم، فإحنا لازم إن إحنا بنكمبيت مع البلاد ديت. الأسباب الرئيسية اللي إحنا جايين النهاردة هنا عشان نشوف التكنولوجي وصلوا فين في مصر، شفنا حاجات رهيبة يعني، شفنا التقدم للدولة مش طبيعي في مجال التكنولوجي.